خلينا نتغاضى عن هذا الموضوع اليوم. البطريرك الراعي قال انه لبنان فقد الحياد باللي عم بيصير باقحامه بموضوع الحروب والنزاعات. طب ما كان قبل البطريرك الراعي، وحضرتك وصفته انه خطاب عالي السقف، كان قبل البطريرك الراعي بيقول انه حياد لبنان ولكن اكيد محيد اسرائيل من هذا العنوان. اليوم معركه لبنان مع اسرائيل، الم يقع بالتناقض غبطه البطرك بهذا الموضوع؟ بيّن مثل كأنه حتى حياد لبنان بوجه إسرائيل. شوفي، الحياد يعني النوتراليتي كمبدأ قانوني عام له شروطه، ونحن عم نستثني بكل خطابنا، وهو حتى غبطة أبينا البطرك قال الحياد الإيجابي فقط ليضل فاتح نافذة أنه نحن إيجابيين فيما يتعلق بكل القضايا العربية، وفي طليعتها القضية الفلسطينية، لأنه بيعرف البطرك أنه نحن عندنا دستور يحدد أنه لبنان ينتمي إلى المجموعة العربية وللأسرة العربية، وهو عضو مؤسس وفاعل في جامعة الدول العربية. يعني ما فينا نحيد حالنا عن قضايا الحق العربي، بس أنا ما بدي انتمي لمحور، ما بدي صارع هذه المحاور بواسطة لبنانيين بين بعضهم، هيدا هو قصده. وأتمنى أن يبقى يعني تفسير كلام البطرك على هذا الأساس. طيب، بسؤال ثاني، نحن اليوم عشية عودة الرئيس سعد الحريري للمشاركة بذكرى استشهاد والده. اليوم القوات اللبنانية شو راح يكون موقفها؟ السنة الماضية شفنا أنه في وفد من القوات نزلت والتقت مع الرئيس الحريري. هل شعرتوا بحجم الخطأ الكبير اللي وقعت فيه مش بس القوات اللبنانية، كل الأطراف اللبنانية بحق الرئيس الحريري بظل هالظروف اللي عم نعيشها؟ يعني ما بعرف مين أكتر شيء أخطأ بحق الرئيس الحريري، هل هو الرئيس الحريري نفسه أو حدا تاني، بس بكل الأحوال الرئيس الحريري بنظر القوات اللبنانية من 14 أذار 2005 وحتى اليوم هو حليف استراتيجي. بعدنا لهلأ مش من زمان عم نخوض نحن وتياره انتخابات نقابة المحامين على سبيل المثال، ونعتبر أنه عنوان لبنان أولا اللي أطلقه تيار المستقبل وسعد الحريري غدات استشهاد الرئيس رفيق الحريري هو عنوان أبدي أبدي نحن حريصين عليه، وحريصين على هذه الشراكة في لبنان. كرمل هيك يا روان، بسألكن، هو ما بقى عندي رئيس؟ إذا رجعت سنة الماضي قالكن أنه أنا إذا في حال رجعت ما عندي شريك بهذا الوطن، يعني هو يسأل عن الاتدام تبعه وعن نفسيته، مش انا، بس انا عم بقول لك شو نظرتنا. روحتي لي الفكره، بس بقول لك انه نحن نتمنى مش عوده سعد الحريري يومين ويرجع يروح محل ما اجى، نحن نتمنى عوده سعد الحريري وبقائه في السياسه اللبنانيه، وما بفتكر في شيء بيمنعه يرجع يشتغل سياسه. نحن نعرف شو قيمه بيت الحريري بالاعتدال، شو قيمتهم بمعنى، برجع بقول لك، لبنان اولا. كل هذا اذا بدك هيك التموجات بالعلاقه ما هي شيء بالتكتيكي قدام الاستراتيجي الكبير، انه نحن هذا الشريك السني تحديدا بما يمثل من اعتدال ومن نهائيه الكيان اللبناني، نحن حريصين على وجوده هو أو أي سني آخر أو شيعي آخر أو مسيحي آخر. بس أنتم ما عم بتلاقوه بهذا الاعتدال. يعني اليوم أنتم مين عندكم شريك شيعي؟ اليوم الرئيس الحريري على الرغم من يمكن التباعد الاستراتيجي بينه وبين الثنائي الشيعي، إلا أنه دائما يلجأ إلى الحوار، دائما يحرص على عدم وجود أي فتنة سنية شيعية. نجح برأيك؟ اليوم أنتم أكيد نجح. يعني نجح؟ بعد أبعد لبنان عن شبح كتير كبير اللي هو الفتنة. إذا هلأ حالته السياسية تعبر عن نجاح، هيدا دليل أنه هو ضحى بحاله كرمال ما يصير. إحنا ما بدنا يضحي بحاله، لأنه إذا ضحى بحاله ضحى بالبلد وبمستقبل البلد بنفس الوقت، شو بيكون عمل؟ نحن بدنا إياه وبدنا كل اللبنانيين يثبتوا ويقتنعوا أنه فكرة قيام لبنان سيد حر مستقل منا فكرة مجنونة، منا فكرة عبثية، بدها فقط مواجهة سلمية، بدها ثبات بالموقف،
وهيدا اللي عم نعمله، وهيدا اللي بنتمنى انه سعد الحريري امبارح كان يعمله، وهلا ما فات الاوان وبكره اكيد ما حيفوت الاوان.